اهلا بيكم ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونصف. عايزين النهارده نعمل مع بعض كفته سمك او برجر سمك. طيب تعالوا نعمله بطريقه كده لطيفه ومعقده وسهله جدا. هنعمل ايه؟ مكونات كتير 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 كتير، ما تقلقوش. عندي سمك، هذا هو. انا افضل قشر البياض، اوكي، ويكون مخلي طبعا وما فيهوش اي نوع من انواع الشوك. وعايز اقول لكم على حاجه، لو في شوك في الحته دي او لقيتوا اي شوك طالع له من حته، ما تحاولوش تستعملوا السكينه والمش عارف ايه لا، ملقط تمسكوه تك تطلع الشوك، اوكي، عشان ما يعني anyway. وبعدين تقطعوه وتحطوه في الكبه. هنقول هنعمل ايه. طيب يبقى معايا السمك، معاه كذلك بصل اخضر مفري، طماطم مفريه ناعمه ناعمه، وطماطم مجففه، اوكي، ومعايا بيض، ومعايا بقدونس، ومعايا شبت، ومعايا فلفل حامي اخضر، احمر اخضر، معايا توم، ومعايا خل عنب، ومعايا زعفران. خلوا الزعفران معلش لمؤاخذه يا حبايبي، احطه كده عشان ايه افتكر زعفران. ومعايا التوم قلنا فيه، ومعايا جنزبيل بودره، ومعايا كمون، ومعايا بتاع ده كرفس قد كده ناعم، ومفري رفيع، ودقيق وبقسماط. طيب هنعمل ايه؟ اولا خلوني اخد ده شويه كده، شويه شويه يعني، كل ده هيتحط في الكبه بعد كده، بس علشان ما تبقاش الدنيا ما يبقاش في حاجه تروح مني، يبقى كده، اوكي. كل الكميه دي هستعملها، وهستعمل زيتها كمان، هي منقوعه في زيت زيتون anyway، فبتبقى لطيفه جدا. بس انا افضل اني اشتغل كل المكونات الخضروات بتاعتي الاول، تتضرب مع بعضها، وبعدين ابتدي انزل بالسمك والحدوته دي كلها، اوكي. خلاص تعالوا بقى ايه نعمل كده. نغسل كده اهو، وبعدين نفتح هذا الكبه كده. طيب نحط بقى الكلام ده، جميل، وزيته، يلا ده خلص. البصلات، الطماطمات، اوكي، والخضروات بقى، الخضره اللي هي ايه الاعشاب دي، اوكي. والثوم، الجنزبيل الباودر، الكمون، الكرفس، سيلري، جميل جمال. خليني اضرب دول مع بعض مع الخل، اوكي، وبعدين ابتدي اشوف بقيه مكوناتي. اوكي، جميل. نحط بقى ايه السمك
ناخد السمك كده نقطعها. انا ممكن اعمل كده، احط شويه واضرب وبعدين اشوف الدنيا عامله ايه. سيدينا يعني انا ممكن اضرب شويه وبعدين اضرب الباقي واخلطهم على بعض، مفيش مشكله. نعمل كده يا ولد. هايل، كفايه قوي كده، معلش صوتها عالي 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 يعني. اوكي طيب، نشيل بقى الكلام ده، خلينا ناخد واحده تانية ونشيل هذا، وبعدين هنحط بقى البيض. وابتدي اضرب تاني. طيب يبقى نعمل ايه بقى؟ نجيب بولة كبيرة نعجن فيها الكلام ده، وبرضو هلبس الجوانتي عشان ابقى براحتي. اوكي ونحط معانا شوية بقسماط برضو زي ما قلنا، ايه شوية شوية في الأول، شوية شوية تاخدوش بقسماط كله مرة واحدة. اوكي يحتاجوا نسيبهم كده مع بعض لايك 5 دقايق وبقى محضر بقية حاجتي. ايه بقى؟ هناخد طبق كده اهو، نحط فيه دقيق اوكي، ونحط فيه بودرة زعفران على الدقيق وشوية ملح وفلفل. ملح وفلفل. اوكي؟ ونشيل بقى الكلام ده. ونقلب الكلام ده مع بعض كده اهو. اوكي؟ وابتدي اخد كفتة السمك و
اعملها بقى ايه زي ما انتم عايزين. انا هعملها لايك ا برجر. اوكي، وفي نفس الوقت ده هحط بقى الحاجه على النار واحط لها الزيت عشان ابقى مستعد. يسخن الزيت بتاعي وناخد الكلام ده. طيب بصوا بقى اهو، يعني طبعا انتم ملاحظين عامله ازاي الكونسيستنسي بتاعتها عامله ازاي او قوامها عامل ازاي. اوكي، يبقى ده القوام اللي احنا عايزينه. ممكن تعملوها مدوره وممكن تعملوها مبططه زي ما انتم عايزين. وخلونا نعمل اقول لكم الفرق ايه بين الاثنين. طيب الفرق بين الاثنين ان هي لو مدوره كده يعني مش مكوره هتبقى لايك ا برجر، يعني وهي بتستوي كمان مش تاخد مني وقت كبير قوي. الثانيه هتبقى من جوه هشه شويه وطريه اكتر، من بره مقرمشه ومن جوه طريه اكتر. اوكي، فهمنا الفرق خلاص. نعمل كده نقلبها. وهي كذلك. اوكي. هنتكلم في لايك ايه؟ نص كيلو سمك؟ طيب خلوني اطلع فاصل وبدل ما اتعبكم معايا خلوني اطلع فاصل وارجع تاني نعمل. خلوني ايه اخلص الكلام ده في الفاصل ونعود مره اخرى مع بعض نشوف بقى دي ايه حمرناها وعملناها الشكل بقى عامل ازاي وهتبقى حاجه جميله. يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني وابقوا معنا وحضروا بقى كده الشوك والمعالي والسكين وحاجات حلوه قوي بعد الفاصل. مرحبا بيكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل. بنحمر بقى كنا اهو التحميرة بتاعتها شكلها عامل كده. انا عملت لكم واحدة زي دامبلين كده مدورة عشان هنفتحها ونشوف الدنيا عاملة زي من جوه، والباقي لايك برجر عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. اللون الجميل الذهبي الحلو ده بتاع الزعفران عامل شغل جامد جدا. اوكي، نسيبه بقى ايه يستريح ينزل زيته والكلام ده كله. و دي هخليني معاها حبتين علشان اتاكد انها يعني خدت لون من كافه النواحي، ما يغركوش لونها لان ده لون الزعفران، فانا لازم اتاكد انها استوت مش بس صفرة. صفار ده صفار الزعفران. اوكي، زي ما انا كده. وهبتدي بقى ايه اعمل شويه صوص. هعمل ايه في الصوص ده اللي احطه عليها؟ اوكي، عندي شويه انشوجه لطاف جدا، علبتين انشوجه. اوكي، هنحطهم كده، ادي علبتين انشوب تمام. وهحط معاهم فلفل حامي حامي وتوم مفري ناعم ناعم. اوكي، وهحط بصوا انا الاول خلوني الاول اقطع الطماطمات دي علشان تبقى ايه الطف واسهل مع الخلاط.
وعيني هناك، عين هنا وعين هناك. قال لك عين في الجنة وعين في النار. لا احنا الاثنين في الجنة ان شاء الله. طيب يلا ناخد دول نحطهم كده، واحط معاهم شوية ليكويد علشان اساعد الدنيا ما تبقاش ايه تقيلة على الخلاط. اوكي. طبعا انا عايز اقول لكم حاجة، بس هي مش في ده بالذات يعني. عادة لما بتعملوا حاجة، أولا بتفرموا لحمة وبتحطوا حاجة في الخلاط، ما تحطوهاش قبل ما تدوروا الخلاط اللي هو الكبة وكده، يعني إذا كان حاجة تقيلة دوروا الكبة وحطوا الحاجة من فوق. لو كان شانكس مثلا لحمة ولا اوتيفر، مفرمة، تفرموا لحمة، دوروا المفرمة وبعدين حطوا اللحمة، أوكي؟ علشان ممكن تتحرق، الموتور يتحرق. اوكي تمام خلاص انا هقفل بقى النار دي، وعلى ايه هي مع بعضها كده على حرارتها هتشتغل. معايا خل عنب احمر اهو، ومعايا الصويا صوص، ومعايا العيدان الجميلة دي قوي 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 بتاعت الكرافس. اوكي مش هحطها كلها. اوكي وهبتدي افرم وازود بقية حاجتي as I go، وانا ايه وانا في السكة كده. اوكي جميل خلاص، نحط بقية الحاجات بقية المكونات. البصل الأخضر اتفقنا عليه، اوكي طيب. وهاخد بقى شوية الليمون الحلوين دول واشوف الدنيا عامله معاهم ايه. الليمون المعصفر الجميل ده اشيل بذره بس عشان لما يتخلط في في الكبه ولا وتبه ما يبقاش ايه البذر يطلع لي مرر. اوكي واحده، ونحط كمان واحده. اوكي عايز اشيل اللب بتاعه لان هو ده الشغل كله في اللب ده، البلب بتاعه بس البذر. اوكي اوكي وادي كمان واحده. واغسل وارفع اللي على النار دي خلاص. اوكي ونشيل بقى كمان خلاص. شكرا. طيب هاخلط ده مع بعضه الاول. جميل. وهاخد الكلام ده احطه هنا. اوكي وهاجي مكانه واحط الطماطمات بصلصتها من فضلكم، ما تاخدوهاش لوحدها بصلصتها. شيل الكلام ده كله مع بعضه.
بس كده، شكرا جزيلا. حاجة سهلة، حاجة بسيطة قوي. وارفع على النار. اوكي؟ بس تغلي ابقى انا ايه؟ خلصت. لا خلي هات لي لسه. اوكي؟ شيل بقى الكلام ده عشان اتوسط على نفسي. وده خلاص عايز ايه؟ يتغرف. ودي تتحط هنا اهو. اوكي. بس تتجانس مع بعض على النار، ابقى انا كده 10 على 10 خلصت. بما ان الانشوجه يعني حادقه كفايه، الطماطم كذلك، اوكي، فانا مش طالبه مني ان انا، والصويا صوص كذلك، فانا مش طالبه ان انا ايه احط لها ملح خالص. ممكن بس شويه فلفل. بس شويه فلفل صغيرين. طيب انت كده زيادة. المفروض بقى انتوا بتحطوا الانشوجة، تفتحوا العلبة وتحطوها بزيتها، اوكي، والطماطم كذلك. فهنا مش هحتاج زيت، معايا زيت الانشوجة وزيت الطماطم مستكفي تماما من الزيوت. واجيب حاجة اغرف فيها لايت كده مثلا اوكي. يو تقدروا تقدموا الباقي جنبه أبار لو عايزين، لمن أراد أن يستزيد. نعمل كده. يلا نقدمه بهذا الشكل كده اهو، ونقول لكم بالهنا والشفا. جربوها، وصفة لطيفة ولذيذة وسهلة ومش مكلفة بالمرة، وبتفرد حاجة حلوة قوي. اوكي، طبعا انتوا لاحظتوا ان انا عملت تقريبا تلت برضو الكمية اللي انا طالبها، يعني تلت اللي انا كنت عاجنه السمك اللي عملته بالخضروات، تلت الكمية، وانا كنت طالب نص كيلو سمك. الكلام ده ممكن ياكل، ولو كل واحد هياخد اثنين لايك، اثنين اربعة ستة، ادي ثلاث انفار تقريبا في التلت، يعني نص كيلو اكله حوالي تسعة انفار. زي حالاتي اكل نفر واحد. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص، وابقوا معنا. We'll be right back.
الله.